قبل بداية المقطع أبغى أقول لكم إنه هذا المقطع تصور في كينجز أكاديمي، كانوا مسويين إيفنت اسمه كينجز فيست. كانت فكرة الإيفنت إنه يجمع تبرعات ويتبرع فيها لفلسطين بسبب الحرب، والله ينصر فلسطين. وترككم مع المقطع. إحنا الحين في الجزء الثاني أو اليوم اللي بعده، إحنا في كينجز أكاديمي اللي تقريبا أكبر مدرسة في الأردن، مسويين إيفنت اليوم عشان فلسطين. فقلت خلينا نستغل الإيفنت نروح نسوي تبرعات ونسوي التحدي حق زغلول اللي قلنا عليه. فزي ما تشوف في شخصين هناك قاعدين ما ادري ايش يسووا، خلينا نروح نسالهم عن البلوزه ونشوف رايهم. فيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. قاعد بصور مقطع يوتيوب، اوكي؟ فكره المقطع انه المفروض انه اسوق البلوزه هاي. زغلول. قبل ما اسوق لها كم بتكمل البلوزه يعني؟ 20 من 10. 50. طيب ايش الاشياء اللي ممكن تخليكم تشتروها؟ الناس مرتب. طيب وشو حلو؟ وشو حلو؟ والله. طيب كم تتوقع سعر البلوزة هذه؟ 25. انت كم تتوقع؟ 15. والله ما باعها. تشتروها؟ بشتريها وانا عليك. والله؟ بشتريها. حلوة. كود الخصم RA5. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف كنت؟ الحمد لله تمام. ابغى شيء، اول شيء الشخصية هذه ايش اسمها؟ لايم. والله طيب. سؤال، مين احسن، التيشيرت حقك ولا البلوزه حقتي؟ خليك صريح، قول الكام. تيشيرت هذا ولا هذا؟ ولا لا، هذا. خليك حقيقي. انا قاعد بحاول صراحه انا قاعد بحاول اسوق له، لانه لو سوقت له في فلوس. اللي لابسه كثير حلو والله، بس هذا حلو. يا حبيبي، خلينا نروح الشخص اللي بعده، فيمكن نلاقي في منافسين. طيب الحين لقينا منافسين ثانيين حابين يقيموا الاشياء ويقولوا عن الايفنت. سلام عليكم، كيف حالكم؟ تمام. ايش اسميكم؟ نور. كندا. اوكي. اول شيء ايش الايفنت؟ كينجز فاست. ايش يعني عن ايش؟ هو زي فاستيفال او اوبن دي لمدرسه كينجز، اظن فيها تبرعات. ايوه احكوا انه في تبرعات. ايوه في تبرعات لفلسطين، هذا اهم شيء عشان كذا احنا جايين. ايوه كل التيكتس، كل الاكل والمصاري بتدفعهم بيروحوا ل فلسطين. الله يعين اخواننا فلسطين، ان شاء الله ينصرهم. والسؤال الثاني، ايش رايكم بالبلوزه؟ يعني انا دايما بعرف البنات ذوقهم يعني فاشن موديل زي، فكم بتقيموها؟ جد؟ جد اوكي 7، بس لو بعرف مين شاع البلوزه بتصير 8.5. انت 3 صراحه. اوكي طيب قولي لي ليش 3 عشان احسن. عشان يعني مطبوعه طباع، انه قصدك كيف بدك اياه، انه اذا مخيطه بتكون احلى. اوكي سامع زغلول، هي نصايح. فيها في عليها تريد مارك شيء تحت. اوكي هي حلوه سامع، والله زغلول حتصير غني بسببي. وايش كمان، كم سعره بدكم يكون هاي؟ يعني كم تتوقع تسوى؟ اتوقع 15. لا 20. 20 لا 15. بس اذا كانت مخيطه ومظبوطه بتشتريها؟ بشتريها. اوكي بس برعوا لفلسطين. أيوة. ساعدوا اهلنا بفلسطين. هذا جاني قال لي انه شايفك. وين شايفني؟ والله بعرف. بس شايفني باليوتيوب. ايوه طيب احنا نصور مقطع يوتيوب، حابب تقول للمتابعين شيء؟ اهلا لايك. احنا شير. وين الحين؟ احنا في كينجز اكاديمي. ايش مسويين؟ كينج فيست. عشان؟ عشان تبرعات فلسطين. الله عليك. طيب ايش رايك تعرف زغلول؟ اكيد بعرف. طيب ايش رايك بلوزه زغلول؟ الحين زغلول قاعد بشوف المقطع. نار حريقه. طيب حاب تعدى عليها تحكي لزغلول، احكي كانك مع زغلول. بس قيم وجهك. قيم وجهك على البلوزه. يا ولد زغلول يبغى يصير غني. لا بس قيم وجهك. بس؟ بس. ويكتب كلمة زغلول. بس زغلول. اوكي. والله حلو. شكرا. يعطيك العافية. حبيبي. شكرا حبيبي. ولا تنسوا انه كل التبرعات من الايفنت هذا راح تروح لفلسطين. طيب الحين جبنا الشخص الاخير اللي راح يقيم البلوزه. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ زينة. سؤال، ايش رايك ببلوزه زغلول؟ كثير حلوه. لا خليك صريحه. والله والله حلوه كثير، بس انه احكي والله لا والله حلوه والله. متاكده ما تبغي يعدل عليها او يحكي اي شيء؟ طيب الحين اسمع، ما اذا الصوت مو واضح معليش على الاغاني. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين. من ايش حاب تقول المقطع اليوتيوب؟ انه كينجز فخمه وكل العالم لازم يجي عليه. انت الفخم حبيبي. زي ما قال لكم نمسوا مقطع يوتيوب قناتي. اوكي او ايش كنت بدك تقول؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. اهلين انت كيف حالك؟ الحمد لله. السلام عليكم. وصلنا لسيده. ايش بدك اسال؟ انت ايش اسمك؟ خلينا شيء نتعرف عليك. انا سيف. سند. كيف الايفنت؟ والله منيح. طيب اسمع، احنا الحين غالي. 50 دينار. 50 دينار؟ وانت كم دفعت؟ 80.
8 طفل طيب سؤال، تعرف زغلول؟ اه هذا 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 طيب الحين زغلول بده يفتح براند ملابس، فانا اخذت البلوزه عشان اسوق له واخذ اراء الناس. ايش رايك البلوزه حقك؟ حقك الحقيقه عشان في شو ورا؟ لا ورا لا حلوة كثير. اسمع احكي له احكي له زغلول شوف والله احكي بالحقيقة صاحبي العزيز، هي حلوة كثير بس من ورا حطيت مثلا يعني شوف كيف مرت وهذا بتطلع حلوة. هلا هي شكلها كثير حلوة وهذا الديزاين كمان كثير حلو بس من ورا تحتاج شيء ورا فاضي ما في شيء. طيب لو شفتها بتشتريها؟ والله ما بعرف هو كم تعطيها سعر؟ كم تتوقع تستاهل؟ 15 انت 20 دينار. طب الكواليتي كيف حقتها؟ الكواليتي اشوف يعني لازم من قلب لا الكواليتي تشتري 25 والله زياده على الكواليتي. خلاص شفت زغلول جبت لك اول مبيعين راح يشتروا زغلول حبيبنا. احكوا المقطع اللي بدكم اياه مقبول. انت روح قلبه على حبيبنا خلاص. اي لاف يو اي لاف يو حبيبي. احكي لهم لايك واشتراك. لايك واشتراك يا اخوان. ما حد يحط لايك واشتراك ايش مالك؟ لايك لا اللي لا 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 قد 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 قد. طيب يا شباب الحين راح اروح ادعس كل واحد يلا. His name is John C. كيف الأوضاع؟ علق. والحين المفروض قاعد يحاول يجرب بروح يخش على النار. المصور شقلب ودع الملعب. شو 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 في هذه اللحظة أدرك أبو حمدان إن جاب العيد. طيب الحين احنا دخلنا المدرسة طلعنا الفعاليات فخلينا نوريكم المدرسة. هنا الحمام، هنا تطبخ تسوي، هنا والله طبيخ حليب موز اللي يبغى مكرويش غسالة. كيف كان هذا المقطع خفيف لطيف؟ سمعناكم في فلوق كينجز أكاديمي. الفكرة من كانت الإيفنت إنه ندعم فلسطين، فالله يحميهم الله يوفقهم ويسعدهم إن شاء الله ينتصروا. وشكرا لكم على المتابعة، نشوف لكم اشتراك ونشوفكم. السلام عليكم. كيف في الإيفنت؟ حلو؟ في الإيفنت كثير حلو. وكينجز عم بيعطوا ماني للشارتي. لمين بيعطوا الماني؟ لغزة بفلسطين. لازم الناس تتبرع لفلسطين في غزة صح؟ عشان يساعدوهم. اوقف.